إعلام العدوان يسقط في وحل أكاذيبه ويدعي قرب وصول مرتزقة إلى صنعاء في الوقت الذي يسيطر أبطال الجيش واللجان على مناطق داخل العمق السعودي. قالت مصادر يمنية قبلية إن القوات الشرعية شقت طريقها إلى محافظة صنعاء لتصبح عند أقرب مسافة من المدينة. إحنا هنا جينا لطمس الشعارات الحوثية، وهي كانت مكتوب الخيارات الاستراتيجية، ولقد تم طمسها. هذه هي إنجازاتهم وهذه هي بطولاتهم، وبهكذا تضليل وكذب سيدخلون صنعاء، ولكن في عالمهم الافتراضي. وزي ما شفتوا ضيفك الكريم التقرير كيف هي معنوية المقاتلين، هذا هو اليمن وهذه الرجالة، واليمن لن تفلت من أيدينا إن شاء الله، واليمن لن تفلت من أيدينا إن شاء الله، واليمن لن تفلت من أيدينا إن شاء الله. المستمع لدعواهم والمشاهد لمحارقهم يقف مذهولا من أكاذيبهم واستماتتهم في إثبات هذه الأكاذيب، لنسمع ما يقولون ونشاهد ماذا يفعل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية. هذا آخر التكتيكات للمتمردين، يعني معروف في نظريات الحرب يا سيد ماجد، هذا هو التكتيك الذي قد ينجح مع المتمرد، ألا وهو الضرب والهروب، ولكن ليس البقاء والمحافظة والتشبث بالمنطقة. هذه قيادة حرس حدود الربوة. هذا مكتب قائد حرس حدود الربوة، سيطر عليه الجيش واللجان الشعبية. إعلام العدو اليوم وبعد 9 أشهر يقترب عبر شاشاته إلى مشارف صنعاء على بعد 40 كيلومترا تارة، وتارة أخرى على بعد 60 كيلومترا، وتارة على بعد 140 كيلومترا، ولكن للذكرى وحسب نذكركم بأنهم كانوا على بعد 3 أيام أو أسبوع أو ساعات من دخول صنعاء قبل 9 أشهر. هذه دعواهم داخل استوديوهات الرياض والإمارات، وهذا رد جيشنا ولجاننا الشعبية داخل عسير وجيزان. أيوة أنت عندك تشتعل بالنار، يا رب لك الحمد. إنها اليمن أيها الجبناء، عصية عليكم وعلى من جمعتم خلفكم بأموالكم، ستكون مقبرة لكم وستسطر آخر حرف في قصة دويلاتكم ما لم تكفوا أيديكم عنها.